نواصل الحديث عن مظاهر العيد وتأثير هذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول المغاربية والدول العربية عامة. نتحدث ربما عن الجانب الاجتماعي. سيد عبد المنعم جزان، أهلا بك، كل عام وأنت بخير. مرحبا أستاذ نوار، أهلا. هل شاهدتم مثلا في المغرب كما كان يقول ضيفنا من تونس تغيرا في سلوك المواطنين إزاء الأضحية هذا العام؟ هل كان هناك إقبال أقل مثلا بالنسبة للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواشي؟ هو ما يعني النقص من نسبة شراء المواشي بدأ منذ سنوات تدريجيا، على اعتبار ان هناك مجموعه من الفنادق والمنتجات انها تقوم بعيد الاضحى مشترك، يعني بالنسبه لمجموعه من الطبقات المتوسطه التي تتحول من مدنها من اجل تجاوز العيد. هذه السنه صحيح ان هناك يعني نسبه اقل على مستوى شراء الاضاحي في علاقتها بسنوات اخرى، لكن نحن نعرف بانه العيد بالنسبه للمغرب يعكس المكانة الاجتماعية للفرد على مستوى شراء أضحية العيد وما يرتبط بالطقوس الكلاسيكي، الطقوس يعني المتوارثة، مجموعة من الطقوس على مستوى القرى وعلى مستوى بعض يعني حتى بعض سكنة المدن على مستوى الاعتناء بأضحية العيد، ومجموعة من الطقوس لعب مع الأطفال، أن العيد يعني مجموعة طقوس سابقة على أضحية العيد في حد ذاتها. بالتالي أنه مسألة العيد لا تتجاوز ما هو مقدس إلى تجاوز ما هو ديني إلى ما إلى اللاوعي، يمتد لقرون وقرون بالنسبة للمغرب، خصوصا في علاقته كذلك بالثقافة الأمازيغية. بالتالي المغرب هذا إشكال حقيقي، أكيد أن هناك الجانب الثقافي والاجتماعي المهم جدا في هذا الاحتفال وفي هذا العيد. فقط كما سألت الضيف من تونس سيد عبد المنعم جزان، ثمن الأضحية في المغرب هذه السنة كم بلغ؟ في تونس قال لي الضيف أنه كان يتراوح ما بين 300 و 400 يورو، ما يعادل يعني هناك 2500 درهم فما فوق، يعني قد تصل إلى 6000 درهم، 7000 درهم، يعني ربما في المتوسط 4000 درهم وهي 400 يورو. ولكن يعني باحتساب الأسعار بالنسبة للفلاح، تعتبر عادية بالنسبة للفلاح، لكن بالنسبة الذي سيشتري أضحية العيد فهناك ارتفاع على مستوى الأضحية. طيب هل لاحظتم باعتبارك باحث طبعا في علم الاجتماع ومراقب لسلوكيات المجتمع بصفة عامة سيد عبد المنعم جزان، هل لاحظت تغيرا في السلوكيات من قبل المواطنين إزاء اقتناء الأضاحي؟ سمعنا مثلا أنه في دول أخرى هناك من يلجأ للاقتراض حتى يتمكن من شراء الأضحية، هل هذا موجود مثلا في المغرب؟ ربما هذه 3 سنوات قلت بأن إشكالية العيد في المغرب باعتبارها ترتبط بالمكانة الاجتماعية قد تصل في بعض العائلات إلى الطلاق، وهذه أمور يعني درسناها، قد تصل في مرحلة ربما السنة الفارطة وما قبل ذلك كانتحار أحد المواطنين نتيجة أضحية العيد. بالتالي لا زال المغاربة يتشبثون بأضحية العيد، يمكن أن يقدم الغالي والنفيس من أجل شراء أضحية العيد. صحيح هناك تحول على المستوى الثقافي مما أدى إلى نقص من نسبة المشتري أضحية العيد، ولكن نعتبر بأنه لا زال يجب سواء على الفقهاء سواء على يعني المثقفون أنه يبذلوا مجهود كبير، خصوصا أن العيد هو في نهاية الأمر سعة
السنة ونجد أكثر من هذا وذاك داخل المجتمع المغربي، ربما قد يتنازل المواطن المغربي عن جميع الشعائر ربما قد تكون من أركان الإسلام، لكن يعتبر أضحية العيد مسألة أساسية لأنها تعكس بالضرورة المكانة الاجتماعية للشخص في حد ذاته. وهذا مهم جدا سيد عبد المنعم الغزالي، لأنه مثلا شخصيا في معرض حديثي مع أصدقاء من دول المشرق العربي قالوا لي إن الشراء الأضحية وحتى ذبح الأضحية لا يعد مهما لهذه الدرجة، وكان هناك تساؤل لماذا في الدول المغربية بشكل عام من ليبيا حتى المغرب مرورا بموريتانيا والجزائر وتونس هناك تركيز على مسألة الأضحية وشرائها لارتباطها بالمكانة الاجتماعية. هل حدثتنا أكثر عن هذه النقطة تحديدا، مسألة المكانة الاجتماعية، ما الذي تعنيه الأضحية بالنسبة للمواطن المغاربي؟ الأضحية بالنسبة للمواطن المغربي بقدر ما كان حجم الأضحية كبير وبقدر ما كان يعني القرون كبيرة فهي تعكس بأنه ينتمي إلى الطبقة الغنية والطبقة الميسورة، وفي حالة عدم شراء أضحية العيد قد يتعرض إلى الوصم الاجتماعي. هنا الإشكال أنه يتعرض إلى الوصم الاجتماعي حتى من طرف العائلة، حتى من طرف يعني لأنه نجد مثلا في المغرب بكم اشتريتوا هذا العيد، يعتبر مهم مسألة العيد الأضحى في المغرب تعتبر مهم، ربما لا امتدادة في اللاوعي إلى الثقافة الأمازيغية خصوصا، وحتى هناك ربما منازل أو بيوت تضحي بأكثر من أضحية، يعني تقوم بذبح أكثر من كبش بهذه المناسبة تعبيرا عن المكانة الاجتماعية ربما. نعم تعبر عن المكان الاجتماعي، ربما على المستوى القديم أنه كانت العائلة الممتدة كانت ربما أقل تخفيفا، حتى إذا قام بذبح ضحيتين أو نجد أنه مثلا ثلاث أسر أو أربع أسر نووية تجتمع مع الجد الأكبر ربما في مرحلة معينة، ولكن الآن الأسرة النووية الصغيرة يعني مسألة أضحية العيد تثقل كاهل فعلا الطبقة المتوسطة وأصبحت تشكل يعني أرقا بالنسبة للمواطن المغربي. كنا رأينا فيما سبق في عهد الحسن الثاني خاصة أنه تم منع التضحية، أو يعني كان هناك أوامر بمنع التضحية ثلاث مرات على ما أعتقد لأسباب عدة ولا سيما الجفاف، هل هذا الأمر ما زال واردا خاصة أن المغرب شهد موجة من الجفاف مؤخرا، موجة غير مسبوقة منذ عقود، هل هذا الأمر ما زال وارد تطبيقه أم أن هذه المكانة الاجتماعية للأضحية باتت تفوق كل شيء؟ دائما في المجتمع المغربي مسألة الأضحية تشكل يعني كما قلت هي مرتبطة ليس بالشعائر الدينية فقط بل مرتبطة بالمسألة الاجتماعية، ربما تحولات دستورية وتحولات ديمقراطية في المغرب شكلت حرج أن الإعلان على عدم الذبح أو كذا أو كذا، ما هو أساس بأنه أن المؤسسة الدينية والمثقفون يجب أن يقوم بدورهم على مسألة أضحية العيد لأنها فعلا تشكل إشكال على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى أضحية العيد. قلت أن يعني كانت هناك دراسة طلاق مرتبط بأضحية العيد، يعني اقتراض مرتبط بأضحية العيد، طريقة مرتبطة بأضحية العيد، هناك يعني جرائم ترتبط بشراء أضحية العيد، هذا يعني غير معقول لأنه كما قلت لا يرتبط بما هو ديني فقط بل ما هو اجتماعي، يتجاوز ما هو المكان الاجتماعي للعيد. طيب سأذهب إلى تونس مجددا ثم أعود إليك بعد قليل سيد عبد المنعم الغزالي، لأننا كنا فقدنا الاتصال قبل قليل بضيفنا من تونس.
أعود إلى سيد عبد المنعم الجزان الصحفي والباحث في علم الاجتماع من الرباط. تحدثت قبل قليل وربما كان سيد من تونس ريدا شكندالي يحذو حظوك ربما في التفكير ويتحدث عن هذه القداسة وهذه المكانة الاجتماعية الموجودة لدى الأضحية. قبل قليل كنا نتحدث وطلبت أن تكون هناك ربما موجة من التحسيس والتوعية بخصوص شراء الأضحية وعدم التضحية أو عدم بذل الغالي والنفيس من أجل هذه الأضحية، خاصة وأنها سنة فقط كما ذكرت. ما الذي يجب القيام به؟ يعني بالدرجة الأولى بالدرجة بحكم أنه شهيرة لا بعد ديني، أعتقد بأنه المجالس العلمية في المغرب يجب أن تبذل مجهود كبير على مستوى التوعية بهذه المسألة، على اعتبار لأنه فعلا كدراسات يعني قمنا بالدراسات بأنه في بعض الأحيان أنه مشاكل اجتماعية قلت بسبب أضحية العيد، هناك جرائم بسبب أضحية العيد. المواطن المغربي وكذلك أنهم لازل المجتمع أن المواطن الذي لا يشتري مثلا خرف العيد قد يحس بأنه إهانة لمكانته الاجتماعية، هذا إشكال في اللاوعي الاجتماعي. مجهود كذلك من طرف المجتمع المدني ربما يعني أنه تكون يكون كانت هناك حملة مثلا ممعيدين أو إلى غير ذلك، لكن في إطار الديمقراطية هناك حرية اختيار الفرد ما يريد أن يضحي يمارس شهيرته الدينية أو لا يمارس شهيرته الدينية. سيكون هناك إحراج يعني في حالة مثلا إذا قمنا مثلا بأنه منع أضحية العيد إلى غير ذلك، أمر صعب، له حريته في أن يضحي أو لا يضحي، ولكن يجب توعية يعني المجتمع المدني والمدارس والمؤسسات أن تقوم بدورها أو توعية على المشاركة على الأقل في هذه الأضحية، مثلا أن تقوم مثلا بعض الأسر بذبح الأضحية لكن أن تعمد أو تعمل على مشاركتها مع الآخرين أكثر. نعم، لأن الإشكال ليس هو اللحم، اللحم موجود صحيح هو أضحية العيد في حد ذاتها، ربما الجماعات يعني أن تشارك بعض البعض إلى غير ذلك من الحلول، لكن يجب التأكيد على أن أضحية العيد هي مجرد سنة وليس فرض في المستوى الدين الإسلامي في المغرب، أنه ربما تعتبر أضحية العيد المستوى الاعتقادي أكثر من الفرد. قد نجد المواطن المغربي لا يصلي، ربما لديه موانع في الصيام، ربما لم يحج لم يزكي، لكن أضحية العيد تعتبر كأنها ركن من أركان الإيمان، هذا إشكال حقيقي لمستوى المجتمع، بالتالي أنه يجب على المؤسسات الدينية وكذلك المجتمع المدني أن يقوم بدوره في هذه المسألة. وشكرا أستاذ نوار وشكرا لفرانس فانتكات. أشكرك سيد عبد المنعم كزان على قبول هذه الدعوة ووجودك معنا، كنت معنا مباشرة من الرباط في المغرب، شكرا لك. نبقى في المغرب مشاهدينا حيث